الحصار الذي تفرضه قوات النظام السوري أجبر الأهالي في الغوطة الشرقية بريف دمشق إلى اللجوء للأعمال الزراعية وتأمين بعض المحاصيل لسد حاجة السكان. قمنا بزراعة بعض المواد مثل الخضار والبقوليات، زرعنا مثلا قسم فول، وزرعنا قسم بازلاء، وزرعنا قسم بندورة، وقسم كوسة، وقسم من البطيخ والجبس. الفول والبازلاء والعديد من أنواع البقوليات هي أولويات المزارعين في المنطقة، والذين يعانون أصلا من نقص المواد الأولية كالمحروقات والمياه والسماد، مما دفعهم إلى ممارسة أساليب بدائية لاستمرار زراعتهم وازدهارها. هلأ نحن عم نحط البازاليا هون عنا، هي شلات حديد اسمها، هي الشلات بتقوي العرق وبتروح الصفارة اللي فيه، وهي الطريقه يعني بجوز اللي بيشوفها يستغرب ليش مثلا عم نحط هيك نحن، لانه نحن عندنا شويه قله اسمده بالغوطه وغالي، فنحن عم نحط هي النبته السماد على النبته مباشره مشان دغري تاخذها وما تضيع بالمي. يامل المزارعون والفلاحون هنا ان تسد تلك المحاصيل رمق اطفالهم الذين اتعبتهم رحى الحرب وبعدتهم عن حياتهم الطبيعيه، او الصمود لمده اطول في حصارهم الدامس.